عادة ما تشارك الفنانة السورية كندا علوش متابعيها بلحظاتها المميزة من حياتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الفنانة كندا علوش اليوم صورة برفقة ابنتها الصغيرة حياة، وكالعادة أخفت وجهها وعلقت عليها قائلة: صباح الخير، يسعد صباحكن وأيامكن ويخللكن حبايبكن. وبعد نشر الفنانة كندا علوش للصورة توالت تعليقات المتابعين وأصدقائها من الفنانين معبرين عن إعجابهم بالصورة، ومنهم الفنان ظافر العابدين وصبا مبارك ووفاء عامر وغادة عادل وفريال يوسف وغيرهم كثير من الفنانين. وللذكر فإن الفنانة كندا علوش ابتعدت منذ فترة عن العمل الفني، وذلك بسبب انشغالها في حياتها الأسرية وزواجها من الفنان عمرو يوسف والذي أنجبت منه ابنتهما حياة التي تهتم بتربيتها لأنها ما زالت في سن صغيرة. وقد احتفل الثنائي بحفل زفافهما في أحد الفنادق في أسوان في شهر يناير من عام 2017 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فيما وضعت الفنانة كندا علوش ابنتهما حياة في شهر نوفمبر من عام 2018.